بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا أعضاء وزوار موقع easya.ae، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في الفيديو رقم 16، وزي ما وعدناكم راح نحل أمثلة على موضوع الـ Operations on Signals. فنبتدي المثال الأول. المثال يقول Sketch each of the following signals derived from x of t. إذا السؤال راح يكون كالتالي، إنك راح تعطى signal x of t. signal x of t هي signal الاوريجينال الموجودة عندك، وبعدين راح يطلب عندك تسوي modify لهذه signal على حسب المعطى عندك. فمثلا في A انت عندك signal x of t، ومطلوب منك تسوي operations على هذه signal الاوريجينال بحيث انها تعطيك signal x of 3 t. طيب هذه العملية من الفيديوهات اللي قبل معروف ان هذه العملية هي تمثل لي عملية التايم سكيلينج. طيب في التايم سكيلينج ايش كان عندي؟ كنت اقول اذا كان الـ A greater than 1 فبالتالي انا عندي compress، واذا كان عندي الـ A between 0 وال 1 greater than 0 و less than 1 فبالتالي انا عندي expand، فبالتالي انا مضروب عندي الـ independent variable في 3 فبالتالي انا عندي compress. فانا متوقع انه الـ version هذه تكون compress version من الـ x of t. فنرسمها، عندي x of t وهنا عندي الـ t، وزي ما قلنا دائما نقسم على ناخذ كل اكس كل اندبندنت فاريبل على الاكسس ونقسمها على 3. فبالتالي لو قسمت الزيرو على 3 فالاكسس ما راح يصير له تغيير، فراح تكون النقطه عندي هنا زي ما هي. ال1 قسمته على 3 راح يصير عندي ثلث، اذا صار عندي الاكسس صغر، فبالتالي يكون عندي هنا 1 اوفر 3. ماينس 1 اقسمها على 3 فبالتالي نفس الحكايه راح يصغر الاكسس عندي، يكون عندي ماينس 1 اوفر 3، وهنا الاكس اوف تي ما راح يصير عليها شيء لانه ما في عمليات عليها، فبالتالي الفانكشن الجديده هي عباره عن كومبريس فيرجن من الاوريجينال سيجنال اللي موجوده عندي. اذا هذه هي عباره عن سيجنال جديده، هذه تمثل لي اكس اوف 3 تي، وهذه السيجنال هي عباره عن كومبريس فيرجن من السيجنال الأساسية الموجودة عندي. ننتقل للمثال اللي بعده. الآن في هذا المثال أنا عندي السيجنال x of t هي نفس السيجنال الأوريجينال اللي كانت معطاة عندي في الكوشن، فراح أسوي لها modify بحيث إنها تعطيني السيجنال التالية x of 3t plus 2. ممتاز. هذه هي النوت اللي اخذناها في اخر الفيديو رقم 15 اللي هي البريزيدنس رول. فلو تلاحظون انا عندي اكثر من عمليه داخل هذه السيجنال عشان توصل، يعني السيجنال اوريجينال عشان اوصلها للسيجنال هذه في عندي اكثر من عمليه. فهذه العمليه تمثل لي شيفت، وهذه العمليه تمثل لي سكيلينج. فبالتالي احنا ذكرنا انه دائما في بريزيدنس رول انا ابدا بالتايم شيفت وبعد كذا اسوي تايم سكيلينج. فخلوني اطبق هذه العمليه هنا الموجوده ونشوف ايش راح يصير. طبعا السيجنال الجديده الان لما اسوي لها تايم شيفت بس، فبالتالي السيجنال راح تكون معطاة عندي هي عبارة عن x of t plus 2، وبما انها plus 2 فبالتالي انا متوقع السيجنال اللي راح تنتج عندي هي عبارة عن سيجنال صار لها shift to the left. كيف اسوي الشيفت؟ اروح عند كل independent variable t وانقص منه 2 بما انه الشيفت left. فبالتالي الان عندي الماينس 1 نقصت منها 2 فبالتالي راح يكون عندي ماينس 3. الزيرو نقصت منها 2 فبالتالي متوقع يكون عندي ماينس 2. وال1 نقصت منها 2 فبالتالي راح يتوقع يكون عندي ماينس 1. طبعا اكيد الاكسس عندي راح يكون هنا، هذا هو الاكسس. فاللي راح يصير انه هنا عندي ال1، فالسيجنال اللي موجوده عندي صار لها شيفت تو ذا ليفت. الان العمليه الاولى سويت الشيفت. خلينا نروح عند العمليه الثانيه، انه بعد ما سويت الشيفت اسوي لها سكيلينج. فعشان ما تلخبط، يعني هو موضوع التسميه بس، اسمي السيجنال هذه مثلا واي اوف تي، ولا خلينا احنا استخدمنا واي اوف تي جديد، خلينا نسميها زد اوف تي. طبعا الزد اوف تي زد اوف 3 تي. الزد اوف تي الان هي هذه السيجنال الموجوده عندي هذه تي، فالزد اوف 3 تي هي المفروض تكون هي نفس السيجنال هذه زد اوف 3 تي، يعني نفس السيجنال هذه بس اضربها في 3، يعني اسوي لها سكيل باي 3.
وزي ما احنا عارفين انه الثلاثة greater than one، فاللي راح يصير عندي compress، فبالتالي راح اخذ كل السيجنال واقسم على ثلاثة، فاروح عند ناقص 1 واقسم على ثلاثة بيعطيني minus 1 over 3، واروح عند الماينس 2 واقسم على 3 راح يعطيني ماينس 2 اوفر 3، واروح عند الماينس 3 واقسم على 3 وبالتالي راح يعطيني ماينس 1. وطبعا نفس الشيء هنا، الاكسس نفسه نفس ما هو ما تغير، هنا 1، فبالتالي هذه هي السيجنال الموجودة عندي. اذا السيجنال الموجودة عندي هذه اللي هي كانت عبارة عن ماينس 1 اوفر 3 ماينس 2 اوفر 3 وماينس 1، وهذا هو الاكسس على اعتبار ان هذا ال 1. هذه السيجنال هي عبارة عن اكس اوف 3t بلس 2. راح نحل مثال ثاني ايضا اكثر على هذا الموضوع وراح تتضح الصورة بشكل اكثر. ننتقل الى المثال اللي بعده. طيب بالنسبة لهذا المثال زي ما تلاحظون انا راح اخذ الاكس في تي، راح اسوي لها موديفاي بحيث انها تعطيني اكس اوف ماينس 2t ماينس 1. وزي ما تلاحظون هنا في عندي اكثر من عملية، هذه هي عملية اللي هي ريفلكت، وهنا كان عندي تايم سكيلينج، هنا عندي ريفلكت، وهنا عندي خلينا نقول ريفلكت، وهنا تايم سكيلينج نرمز لها باس سي، وهنا راح يكون عندي شيفت. فالعملية راح تصير كالتالي، اول حاجة نفس ما احنا تعلمنا في بريزيدنس رول انه اول حاجة نسويها هي الشيفت، بعد كذا راح نسوي ال تايم سكيلينج تايم سكيلينج، واخر حاجة راح اسوي الرفلكت. طيب خلونا نسوي العملية. اول شيء الجراف الاول راح يمثل لي x of t minus 1، وبما انه minus معناته انه راح يكون عندي shift right. اوكي، والشيفت رايت اسويه باني اروح عند كل independent variable وازود له واحد، فالماينس واحد راح ازود له واحد راح يجي هنا عند الصفر، وبالتالي هنا الماينس واحد صار لها شيفت الى هذه النقطة. الزيرو راح ازود له واحد، فبالتالي الزيرو راح يصير له شيفت عند الواحد، واكيد هذا المثال راح يمثل لي، هذا المكان راح يمثل لي الاكس الجديد. والون راح ازود له واحد راح يروح للاثنين، طبعا الواي اكسس ما راح يصير له شيء فهنا واحد، فبالتالي الشيفت السيجنال صار لها شيفت تو ذا رايت. الان العمليه الثانيه بسوي لها سكيلينج، سكيلينج بمقدار 2، فبالتالي معناته ان الاي اكبر من 1، فبالتالي بيكون عندي كومبريس، فبالتالي هذا راح يمثل لي خليني اسميها مثلا زد اوف تي، واللي صار ايكوال الان اكس اوف 2 تي ماينس 1، فبالتالي راح اضرب هذه السيجنال في اثنين، راح اسوي لها كومبريس، فبالتالي راح اجي عند كل اكسس واقسمها على اثنين، فبالتالي الاثنين راح يجي عند الواحد، والواحد راح يروح للنص، والزيرو زي ما هو، واكيد هذا راح يمثل لي الاكسس الجديد، فبالتالي هذا واحد، خلينا نعتبر انه هنا واحد، فبالتالي اذا السيجنال صار لها كومبرس. اخر عمليه اللي هي عمليه الرفلكت، فلما اسوي لها رفلكت طبعا راح يصير عندي زد اوف تي زد اوف ماينس تي، يعني راح اسوي لها رفلكت، فبالتالي راح يصير الاتي انه ال1 بيصبح عندي ماينس 1، وهنا بيكون عندي ماينس نص، وهنا بيكون عندي زيرو، وبالتالي هذا هو الاكسس الجديد اللي عندي، فبالتالي هنا راح يصير بهذا الشكل. اذا هذه تمثل لي ايش؟ تمثل لي x of minus 2t minus 1. ننتقل الى المثال اللي بعده. طيب في هذا المثال نفس الحكاية، راح ناخذ x of t وراح نسوي لها transfer لل x of 2t plus 2. الآن بالنسبة لهذا المثال في تريك بسيط يعني، بس إنك لازم تنتبه له. فالتريك هو كالتالي، الآن التي هذه لو تلاحظونها، هل التي هذه مسوي لها سكيلينج ولا لا؟
طبعا السؤال انه المفروض انه يسوي لها سكيلينج ب1، بس هي مضروبه في اثنين. يعني هذا الاثنين ما ينفع اني اقول ان هي سكيلينج. ليش؟ لانه هذا الاثنين هي خارج القوس، فبالتالي عشان تكون الصوره واضحه الاثنين هذه اوزعها داخل القوس. فالشكل الجديد اللي المفروض ان انا اسوي له ترانسفير مش هذا، لا، اللي هو الشكل الجديد هذا اللي هو 2t بلس 4. اذا القوس هذا يفرق معايا. في الامثله اللي قبل كنت اقول انه اكس اوف 2t بلس 1 مثلا يعني، فبالتالي الاثنين مضروبه في التي، لكن هنا لا، يختلف الموضوع. الاثنين هي مضروبه في داخل القوس، يعني في قوس، فانا عشان اوجد الشكل اللي انا ابغى اسوي له ترانسفير فبالتالي اوزع الاثنين داخل، يعني الاثنين اوزعها داخل القوس، فيكون عندي 2t بلس 4. اذا هذا هو الشكل اللي انا ابغى اوصل له واللي يمثل لي هذه السيجنال. فبالتالي خلوني ابدا. اذا انت عرفت هذه النقطه فما في اي شيء جديد، نفس اللي قبل. اول حاجه راح ابدا بشيفت، والشيفت راح يكون عندي تي بلس 4، اذا مش بلس 2 بلس 4 بعد ما اوزع الاثنين داخل القوس. فبالتالي انا راح اجي عند السيجنال هذه. الشيفت اول شيء الشيفت هو للليفت، مضبوط؟ فبما انه الشيفت للليفت اذا انا راح اروح عند كل اندبندنت فاريبل وانقص منه 4. اوكي، فناقص 1 ناقص 4 فبالتالي راح يعطيني هنا ماينس 5، والاكسس 0 راح انقص منه ناقص 4 فبالتالي الاكسس راح يتحرك الى ماينس 4، وهذا هو الاكسس الجديد. ال1 راح انقص منه ناقص 4 فراح يعطيني ماينس 3، والواي اكسس ما راح يصير لاي شيء، فبالتالي هذا هو السيجنال بعد الشيفت تو ذا ليفت. هذا هو شكل السيجنال. اذا هذه السيجنال بعد ما سويت لها شيفت تو ذا ليفت. الان الشكل الثاني، طبعا هذه 1 according to president's rule، راح نسوي الشيفت بعدين راح نسوي اللي هو السكيلينج. الان باقي لي السكيلينج. السكيلينج لو فرضت ان هذه زد اوف تي مثلا، فراح يكون عندي هي نفس السيجنال اللي هناك، اللي راح تكون ايكوال اكس، راح تكون ايكوال اكس اوف، يا الهي، اكس اوف 2 تي بلس 4. طبعا هنا راح اسوي سكيلينج بمقدار 2، الاي جريتر ذان 2، فبالتالي راح يتوقع، انا متوقع ان يكون عندي كومبريس، فراح اقسم كل سيجنال على 2. طبعا هذا السيجنال الجديد، هذا مش الاوريجينال، راح اقسم كل واحده من هذه على 2، فبالتالي اللي راح يصير عندي التالي، ناقص 3 على 2 فبالتالي بيصير عندي ناقص 3 على 2، ناقص 4 على 2 فبالتالي راح يكون عندي ناقص 2، وهنا راح يكون عندي ناقص 5 على 2. طبعا هو لسه هذا هو الاكسس، ما صار في شيء. وهنا بالنسبه لل1 فبالتالي هذه هي السيجنال اللي مطلوب اني انا اسوي لها ترانسفير، واللي تمثل اصلا ايش؟ اكس اوف، لو اخذت الاثنين عامل مشترك فراح يبقى عندي 2 بلس 2. ننتقل الى المثال اللي بعده. الان في الفقره دي اللي متوقع انه نفس الشيء، يعني لو تلاحظون هو نفس المثال نفس دي، بس انه هناك كان بدل ماينس بدل البلس اصبح هنا ماينس، فبالتالي الشيفت بدل ما يكون للي صار في المثال اللي قبله، في هذا المثال الشيفت راح يكون لليمين. فالمفروض انكم انتم تحلونها، وبعد ما تحلونها الشكل النهائي اللي يطلع لكم المفروض انه يكون عكس هذاك المثال. يعني هنا كان عندي عكس هذا الاكسس، فهنا بيكون، لا بيكون انه الشيفت بيكون تو ذا رايت مش تو ذا ليفت. فالمتوقع ان يكون معكم شكل بهذا يكون الشكل اللي طالع لكم بهذا الشكل. حلو، ها وصلت من هذا الشكل، فمعناته انكم انتم صح. ننتقل الى اخر مثال. بالنسبه لهذا المثال هو الفكره انه يبغى يعطيني اكسرسايز على الاوبريشنز اللي نسويها على ديبندنت فاريبل. ففي الديبندنت فاريبل في خاصيه اخذناها اسمها الاديشن، مضبوط؟ والاديشن كانت تقول انه اذا كان عندي سيجنال y اوف t مكونه من جمع تو سيجنال x1 اوف t بلس x2 اوف t، فاللي راح يصير انه انا راح اروح عند كل بوينت، يعني راح اجمع تو سيجنالز بوينت باي بوينت في التو سيجنالز. فهذه الاكس اوف 3 تي انا سويتها في امثله قبل، واكس اوف 3 تي برضو سويتها، هذه كانت تمثل لي x of 3t، وهذه السيجنال كانت تمثل لي x of 3t plus 2. فاللي صاير انه انا ابغى اجمع هذول السيجنال مع بعض، فكيف اسوي الجمع؟ كالتالي، طبعا هنا كان عندي minus 1 وهنا minus 2 by 3
وهنا minus 1 over 3 وهنا 0 وهنا 1 over 3. فاللي صار السيجنال الأولى إلى minus 1 يعني السيجنال نفسها ما تغيرت، هي السيجنال نفسها ما تغيرت، فبالتالي فرضت هذا ال 1 فبالتالي راح يصير كذا، هي السيجنال إلى ال minus 1 لو تلاحظون إلى ال minus 1 over 3 ما تغيرت. الآن السيجنال الثانية هي تكمل من ال minus 1 over 3 فبالتالي هذا راح يكون 1 فراح تصير السيجنال بهذا الشكل. إذا أنا كذا جمعت 2 signals، هذا يمثل لي x جمع 2 signal x of 3t plus x of 3 2 plus 2. ودائما لما يكون عندي 2 signals طلب مني أجمعهم بس أجمعهم point by point. هذا بالنسبة لل continuous time. الآن في راح نحل آخر مثال على موضوع discrete time، راح نشوف إيش راح يفرق عن continuous time. ننتقل للمثال اللي بعده. بالنسبة لهذا المثال أنا الآن قاعد أتعامل مع discrete time، قبل كنت أتعامل مع continuous time. طبعا إيش الفرق بين discrete time وال continuous time؟ no difference، ما في فرق، ما في فرق. الفرق الوحيد إنه أنا في discrete time قاعد أتعامل مع integer value، n integer value. فبعد الشفت ولا بعد السكيننج لما تجلي اي قيمه على الاكسس النون انتجر اكنسلها. كيف؟ خلونا نسوي المثال ونشوف. طبعا هو الان معطيني سيجنال اكس اوف ان، ابغاك تسوي لها ترانسفير للواي اوف ان بانك تسوي عليها العمليات اللي تعلمناها قبل، اكس اوف 3n ماينس 2. طيب الان ايش العمليات الموجوده عندي؟ اكوردنج تو بريزيدنس رول بيكون عندي شفت وبيكون عندي سكيلينج، فبالتالي الأولوية دائما للشيفت. فأول حاجة راح أسوي الشيفت للسيجنال المعطى عندي باي 2. إذا راح أروح هنا راح يكون عندي عند الماينس 2، طب الشيفت عندي راح يكون رايت، وراح أروح عند كل اندبندنت فاريبل وأزود عليه 2 بما إني راح أسوي شيفت رايت. لو كنت بروح شيفت ليفت أنقص 2، فبالتالي ناقص 2 راح أزود عليها 2 فبالتالي راح تسوي لها ترانسفير لهذه النقطة الزيرو، هذه تمثل لي الاثنين، ناقص 1 زود عليها 2 فراح تيجي عند ال 1، الزيرو زود عليه 2 فبالتالي هنا راح يكون عندي النيو اكسس عند ال 2، ال 1 زود عليه 2 راح يروح عند الثلاثة، وال 2 زود عليها 2 راح تيجي عند الأربعة، إذا راح يكون عندي هنا ناقص 1 وناقص 1 وعند الزيرو ما في شيء وعند الثلاثة راح يكون 1. أبغى أقصد عند الزيرو أنا أقصد عند النيو أكسس، هذا هنا جديد النيو أكسس جديد اللي هو الاثنين الآن أصبح النيو أكسس. فالآن هذه السيجنال بعد ما سويت لها شيفت تو ذا رايت، أوكي. الآن أسوي العملية الثانية بأنه أسوي سكيلينج. طبعا السكيلينج زي ما انتم عارفين السكيلينج الموجود عندي باي 3، فبالتالي عندي الاي جريتر ذان 1 فراح يكون عندي كومبريس، فاروح عند كل سيجنال واقسمها على ثلاثة، اقسم هذا على ثلاثة واقسم هذا على ثلاثة وهذا على ثلاثة، هذا عندي كان ال 1 وهذا ال 0، فبالتالي اقسم هذا على ثلاثة واقسم هذا على ثلاثة، فاللي راح يبقى عندي التالي انه عند الزيرو لما قسمت على ثلاثة صارح زيرو فما في تغيير، هذه راح تظل نفس ما هي، وهذه راح تتكنسل وهذه راح تتكنسل برضو، وهنا راح يكون عندي 1 فبالتالي عند ال 1 في عندي هنا 1 والأربعة على ثلاثة راح تتكنسل. إذا هذه هي السيجنال اللي تمثل لي x of 3n minus 2. زي ما تلاحظون دائما القيم اللي تنتج عندي بعد الشفت نون انتجر فاليو، سوري بعد السكيل نون انتجر فاليو اسوي لها اكنسلها، وبرضه حتى بعد الشفت لو اني شفت يعني رحت شفت تو ذا ليفت او تو ذا رايت وطلع عندي نون انتجر فاليو فاكنسلها. هذا هو الفرق في الديسكريت عن الانتجر عن الكونتينيوس تايم. طبعا هنا القيمة 0 وهنا 1. إلى هنا نكون خلصنا الأمثلة على الـ Operations on Signals. الآن أتمنى منكم أنكم تحلون أمثلة أكثر،
السيجنال مفتاحه ان انت تحل امثله as much as you can. ان شاء الله راح اسويها ابلود للفايلز من الاولد اكزام، واتمنى انكم تحلون قد ما تقدرون عشان تكونون فاميليار مع هذه الكونسبت. اتمنى لكم التوفيق وننتقل الى الفيديو اللي بعده.